مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المناطق اللبنانية وتحية من القلب لكل المغتربين، ودائما بنقول لهم لبنان مشتاق لكم، خصوصا هلا مع اقتراب موسم الأعياد وبلشت المدن والقرى والبلدات ترتدي حلة العيد، وإن شاء الله بتكون أعياد سعيدة مليئة براحة البال، مليئة بالفرح والسلام والأمان بكل المناطق اللبنانية. مرايا الشمال مساحة حوارية ثقافية اجتماعية، ودائما عم نفرجيكم شو عم يحصل بشمال لبنان من نشاطات مختلفة. دائما القطاع الأهلي والهيئات حريصين على أبراز الشمال بأبهى صورة حضرية. اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. أجواء الميلاد وأجواء المحبة وأجواء الوحدة الوطنية اليوم الجلية بأبهى صورة ببلدات تاشع ومنع هالبلدات من منطقة الجومة اللي فعلا في ارتفاع جميل جدا. شجرة حوالي 12 متر على هضبة بتطل على منطقة الجومة. اليوم هالمبادرة الكريمة من بلدية تاشع بالتعاون مع الفعاليات الدينية والاجتماعية والكهنة ورجال الدين، الأهالي كلهم اجتمعوا على المحبة وأيضا على أصوات المآذن وأصوات أيضا أغاني عيد الميلاد أضيئت الشجرة بحضور حشد من الفعاليات والمحبين. إن شاء الله بضلكم بهالهمة وكل ميلاد وأنتم بألف خير. نعاد عليكم. لكن الأجواء الميلادية السنة إلى طابع مميز جدا بتاشع بهالشجرة الضخمة اللي انعملت بسعي من الرئيس أبو محمود والمجلس البلدي ولجنة الشباب والصبايا اللي موجودة بالضيعة وكل الأهالي وكل فعاليات تاشع شاركت بهالعمل الجبار، وهذا دليل محبة وهذا دليل العيش الواحد اللي كانوا عايشينه من زمان، هلا عم بيرجعوا اولادهم عم بيكرسوا هذا العيش مع بعضهم البعض. رئيس محمد محمود عثمان، كل عام وانت بخير. اليوم عم نشوف يعني الوحده الوطنيه متجلية بابهى صور بهالاعياد المجيده. الله يطول عمرك ويكرمك، والحمد لله نحن هون شايف شموخة يعني مثل الشعب اللبناني كله، ما بدنا نميز بين حدا وحدا، والحمد لله كلنا هون بتعرف مسهرين بعضنا يعني عائله وحده. نحن هون ضيعة تاشع بإذن الله في وحدة حال بين المسيحية والإسلام، وهذا جينا لنثبته، وإن شاء الله كل الضيعة بتكون قدوة لنا يا رب. مدام شو بتقولي كلمة عن أنا بقول مبروك للكل وإن شاء الله الله يحمي كل العالم، وهذا أهم شيء. نحن بإذن الله واحد وكل عام وأنتم بخير، تنعادوا لأيام. والله نحن متشرف دائما إن شاء الله بتنعاد على الجميع ويضل لبنان بألف خير والضيعة تكون كلها متكاملة على فرد قلب ورب. نحن اليوم عم نجسد هيدا الشيء يلي حكوه قبلي الأشخاص يلي حكوا قبلي، إنه نحن كل عمرنا بتاشع عايشين مسيحي مسلم عايش مشترك، فنحن جسدنا هيدا الشيء اليوم بالشجرة وقتها زيناها بإيد وحدة. طرابلس الفيحاء مدينة العلم والفنون لماذا؟ هو كتاب للدكتورة نيلي الحسيني. اليوم طبعا هالنشاط بدعوة من نادي ليونز طرابلس فيكتور، هالنادي المتميز اللي فعلا في حركة متميزة. هالشي بيعود لك رئيسي هلا رئيس جديدة شادا دبليز بنشاط جديد. مساء الخير. هيدا النشاط نتيجة جهد دكتورة نيلي حسيني اللي هي لايون معنا من سنتين، وهلا هو أكثر من كتاب ملف توثيقي عن طرابلس.
جامع بين كنيسة ومسجد جدة، طرابلس القديمة وطرابلس الجديدة مع كل نشاطاتها وجامعاتها والحياة الثقافية اللي فيها. ست رندا، بالإضافة إنه حضرتك يعني ناشطة بهالنادي، كمان أنت يعني مسؤولة عن دار نشر. الموضوع القراءة اليوم، وقديش اليوم صار في صعوبة عند الناس إنها تتابع كتاب؟ هلا موضوع القراءة كتير متراجع، يعني نحن عم نتكل هلا على السوق الخارجي، نشترك بالمعارض بالخليج، كل المعارض هلا نحن موجودين بالكويت، الشهر الجاي موجودين بجدة، وطبعا موجودين بمعرض بيروت اللي حيكون الشهر الجاي. فنتمنى يعني الشغل صار كأنه عنا مثل رسالة، مش لا يبغي الربح، في إصرار. إيه طبعا الحمد لله هيدا النادي صار له نوع من يعني صفة بإبراز يعني المساحة الواسعة للفكر وللثقافة بمدينتنا طرابلس. دكتورة نيلي الحسيني، يعني حتعرفنا عليك بكثير من الميادين الاجتماعية والعمل الإنساني والتطوعي، اليوم عم نتعرف عليك أكثر حول كتاب حول طرابلس، خبريني. يعني أنا بعرف علاقتك باللغة العربية كمان مش كتير. مزبوط، أنا 35 سنة هلأ موجودة بالبلد، وطبعاً تدريجياً لغة تحسنت، وفكرة عن البلد وعن المدينة كمان عم تصير أغنى وأغنى، وكان نتيجة هالإكسبيرينس هالخبرة هذه طلع الكتاب، وأنا سميت الكتاب طرابلس الفيحاء مدينة العلم والفنون لماذا؟ أنه هالجملة هي متداولة، دائما نحن بنستعمل الكلمة هالجملة، سو ناس دجروا منها، بس هي بالفعل فعلها كتير كبير. سو إن شاء الله المناسبة بتمر على خير وناس بينبسطوا منها. أخذ معك وقت لتحضر هالكتاب؟ يعني مثل ما فهمت هو دراسات؟ الكتاب مجموعة المقالات ناس معروفين بالبلد، وتجميع المعلومات وتصوير صور مني أنا كله مع بعضه أخذ سنتين. شكراً للدكتورة نيلي. هيدي مدينة طرابلس، مدينة طرابلس أهلها بيحبوها، وما بس أهلها، كل واحد بيعيش فيها وبيعرف شو في بقلبها هو بينغرم فيها، والدليل على هالشيء الشيء اللي صدر عن الدكتورة نيلي حسيني وعن اللاينز بشكل عام. يعني أول شيء بقول مبروك لطرابلس، مبروك للدكتورة نيلي حسيني يلي هي صارت طرابلسية أكتر منا. واللي بيجمع طرابلس بالتلفزيون لبنان اللي لاحظته الليلة كتير، لأنه مثل ما تاريخ طرابلس حضرة والبرسبشن تبعيتها يعني ذاكرة العالم اليوم تختلف كليا عن حقيقتها وعن تاريخها وعن أمجادها وعن ثقافتها وتربيتها. نفس الشيء بتلفزيون لبنان، بعده بمخ العالم أبو سليم وأبو ملح بنفتخر فيهم، بينما سطع اليوم تلفزيون لبنان وخطى خطوات كبيرة جدا، ولكن بدنا نشتغل كتير على فكر الناس وعقل الناس وعاطفة الناس لنرجعهم لطرابلس ونرجعهم لتلفزيون لبنان. الأسبوع الماضي مش من زمان، من 3 أيام كان عيد استقلال لبنان، كل المواطنين بلبنان تفرجوا على العرض العسكري وعلى الاحتفالات. هل حدا منكم فكر انه هيدي الاحتفالات كلها هم فيها تلفزيون لبنان ولا تلفزيون تاني ولا كاميرا من تلفزيون تاني؟ ابدا. لانه تلفزيون لبنان اصبح مجهز تقنيا كأفضل محطة موجودة بلبنان، وهذا تلفزيون يكون تلفزيون الوطن، ولازم يفتخر كل مواطن بلبنان انه تلفزيون الوطن تبعه هو التلفزيون الاول بوطنه، مش التلفزيون السياسي المملوك لأحزاب سياسية ولا التلفزيون التجاري اللي بيتاجر فيكم وفينا ليكسب دولار زيادة وبيبيع ضمائركم وضمائرنا. ولكن قيام طرابلس وقيام لبنان وقيام تلفزيون لبنان وقيامنا جميعا ما بيصير إلا بشقين أساسيين، الأمن والعدالة. إذا ما في أمن ما في حياة، وإذا ما في عدالة ما في حياة. وللأسف
بعض قضائنا لا يعرف ما الحقيقة، وبعض قضاتنا بعتذر من السكت على أساس وزير العدل اليوم من طرابلس أنه لمصالح خاصة ولوعود خاصة وعلى أمل الوصول إلى مركز معين من بيع العدل ومن بيع القضاء ومن بيع الله ومليكته والمسؤولية لنرضي طرف سياسي معين، هل يا هل ترى هذا الطرف رح يوصل هالإنسان أو لا؟ ما بنعرف، ولكن الضرر حصل والإساءة حصلت والقضاة الأكثرهم نفتخر فيهم بلبنان ورجال الأمن بلبنان كمان نفتخر فيهم بلبنان، على أمل أن يسمع الطرفان في للإمام علي كلمة مهمة جدا، إذا سكت الحق عن الباطل اعتبر الباطل أنه على حق. لن يسكت المواطن اللبناني عن الباطل ولن يسكت طلال مئتسي عن مصلحة التلفزيون اللبناني، وشكرا لكم. جامعة المناة طبعا اللي عندها اهتمامات أكاديمية وتربوية وثقافية ووطنية اليوم عم تهتم بالمزارعين من خلال دعم موسم التفاح، يعني اليوم فكرة ست لميا مساوي خبريني عن فكرة جامعة المناة اليوم بدعم الصادرات يعني دعم المزارع. مرحبا أول شيء أهلا وسهلا فيكم. إيمانا منا بدور الجامعة يلي ما بيتأثر بس على التعليم بس بتعدي للدور الاجتماعي ولبت بدورنا بتنشيط الحركة الاقتصادية على رأسها تشجيع المزارع الشمالي، من هون قررنا اليوم يكون يوم لتشجيع تصريف إنتاج التفاح ويكونوا تلاميذنا جزء من هالعملية. هو مبدئيا نحن عم نضيف هون تفاح جامعة المنار لندعم المزارع اللبناني كرمال اذا هو ما قدر كرمال نحن اذا ما صرفنا له التفاح هو منو قادر يستمر. نرجع بنقول الجامعة هي خلية تعمل لخدمة المجتمع، هالشباب لازم نخلق عندهم حس الانتماء للوطن ومساعدة الضعيف في الوطن، لانه دائما الناس كلها بكل فئاتها اذا بتتعاون مع بعض وتدعم بعض هيدي قوة للبنان. جمعية مدى اللي عم تهتم بكل المناطق اللبنانية اليوم بالتعاون مع هيئات المجتمع الأهلي والمحلي بعكار معرض للمونة لمنتجات حرفية بحضور شخصيات سياسية واجتماعية برعاية وزارة الزراعة طبعا، وكان في حشد كبير أيضا من المهتمين وهيئات المجتمع الأهلي بالجامعة اللبنانية الدولية بعكار. كمان اليوم جمعية مدى مثل ما دايماً لها حوالي 15 سنة بمنطقة عكار، اليوم منظمين نهار اسمه يوم عكار. بهيدا النهار عم نحتفل أول شيء بالمشروع الزراعي اللي هو ممول من الاتحاد الأوروبي، وكمان عاملين معرض للمنتجات الزراعية والحرفية لمزارعين وأهالي المنطقة. يعني هالشغل الحلو هذا كله شغلكم؟ أيوة أكيد كلياتهم، نحن اشتغلنا سهرنا يعني نحن اجينا التمويل كما عديت، ونحن صرنا نشتغل مع البلدية مع المجتمع المحلي منا كأعضاء لجبنا البضاعة وبلشنا نشتغل، يعني اجينا التمويل من جمعية مدى هو المعدات والبين ماري والبراد والاشياء عم نعمل دورات للصبايا كمان، عم نعمل دورات للصبايا منشان الشوكولا وهيك. نحن جمعية تعاونية تأسست بال 2011، نحن شغلنا كلياته طبيعي، هدفنا هو دعم صغار المنتجين بمنطقة عكار خصوصا الحليب.
أي وقت بيكون في جمعية في معرض أنا أكون موجود فيه بالنسبة لألي كمؤسسة زراعية عضوية اسمها مزرعة الربيع العضوية. بيهمني هذه الأشياء تكون لأنه هذا بيكون دعاية لألي بحد ذاته. طبعا جمعية إمكان عندها ثلاث مشاريع حاليا عم تقوم فيهم بعكار، عندنا براد للتفاح بفنيدي، وعندنا سوق جملة الخضار والفاكهة بسوق عكار بقبة شمرة، وحد السوق على نفس العكار في عندنا مركز للتصدير ومركز للتبريد. السنة صرنا بعتين 14 كونتينر على دبي تفاح كاملين الحمد لله بمساعدة المركز، ولحنا عم نشارك اليوم بهالنشاط من جمعيات المدنية بعكار لحتى نسوق الانتاج العكاري إن كان شغل أدوات منزلية أو انتاج زراعي عكاري. شركة إمكان المالية هي لحد اليوم مقدمة أكثر من 10,000 قرض بعكار بقيمة مالية مهمة لحتى تدعم جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نشاط كتير حلو، معرض كتير رائع. نحن بالمنطقة بيهمنا كتير يكون هيدي المشاريع لتنمي المنطقة عنا بعكار، تعرف أنت المنطقة عنا كتير محرومة. هيدا المعرض كتير معرض حلو ومهم، فنحن بدنا هالمعرض يكون بهيك بشجع العكار، بشجعنا بشجع انتاجنا. نحن جينا على حلبة، الله خلق الحلو بحرار، وجينا اليوم على معرض بحلبة تنأرجي مهارتنا والحلو للناس اللقمة المميزة عنا بحرار. خيرات الأمعة شغل طبيعي 100%، وانت تعرفت علينا قبل هلا ونحن يعني تراث، يعني ما في شك. بداية ما فينا الا نشكر جمعية مدى والاتحاد الأوروبي وجامعة الأيو على هالمعرض، وطبعا اليوم يوم عكيري، مهرجان للمواطن المقهور للمزارع العكيري. اليوم فرصة لحتى نوصل صوته لهذه الحكومة ولهذه المنظومة ولهذه الدولة، ونتمنى من رئيس الحريري هلأ مقبل على تشكيل حكومة، نتمنى أن يضع في أولويات حكومته دعم القطاع الزراعي وخاصة القطاع الزراعي في منطقة عكار. رح نضلنا أوفياء لعكار، ورح نضلنا أوفياء لأهل عكار، ورح نكون دايما جاهزين لأي حراك وأي نشاط وأي حركة اجتماعية نستضيفها ونساعد ونساهم ونكون جنود نخدم بالخدمة العامة بهيدي المنطقة. الحقيقة بالواقع جاي تمثل الوزير تحت نضوي على المنتجات الزراعية في عكار وشو المواد الموجودة وشو الخيرات الموجودة حتى نقدر نحن نصنعها ونحاول إلى سوق للتصدير. فعلا في منتجات موجودة كتير بعكار، نحن منطالب بالتصنيع لهذه المنتجات. الحقيقة هذا المشروع يعني أنت ونحن وياك شغلنا بهذا المشاريع كتير الزراعية، وكان أهم مشروع براسنا هو تحسين أوضاع المزارعين والزراعة. إيه هلابكن هلابكن، إيه هاو يا مرحبا بهاللي جابكن، إيه هاو إذا أستاذ منظر جلابكن، إيه هاو بيضرب بالصيف خلفكن وقدامكن. طرابلس مدينة الذوق، طرابلس مدينة السلام، مدينة المحبة، مدينة العيش المشترك. اليوم طرابلس عم بتعيش مع الموضة، يعني أنا بحيي حرصك أنك جيتي من الكويت خصوصا لتنظمي هالإيفنت. مزبوط، أنا عايش بالكويت، عندي مجلات بالكويت وعندي شركة إيفنت، بس بحرص على طول إني إيجي إني نفذ هيدا الإيفنت كل سنة مرة، لحتى يعني ما بدي أقول طرابلس منتعش إن شاء الله على طول، بس إن شاء الله ننعشها أكثر وأكثر. ما في
شيء بعيد على طرابلس، الست طرابلسية معروفة بأناقتها وبذوقها، بالإضافة إلى أنها ست بيت من الطراز الأول. ونحن اليوم معرض رشيد كرامي الدولي بهالأمبيانس الحلوة بيكبر قلبنا كتير وقت منشوف هالديزاينرية الجديد هالصبايا وابتكاراتهم، وخاصة أنهم شباب ومندفعين وحابين يعملوا شيء لطرابلس، لأنه هن أكتر شغلهم عم يشتغلوا ببيروت، بس حابين أنه ليش ما بمنطقتهم بيشجعوهم وبيشتغلوا أكتر بطرابلس. وبعرفهم أنا للمشتركات ومتمنى لهم كل خير، وهلأ بتشوفوا أكيد عرض كتير حلو. أول شيء بدي حي طرابلس وبدي أقول لهم يعطيهم ألف عافية، مبسوطة كتير وفخورة بشمال لأنه أنا بنت الشمال، وفخورة فيك لأنه دايماً بلاقيك مغطى كل الأحداث وعم توصل الصورة بطريقة كتير حلوة. لا حبيتها كتير، بتشبه يوروب، بلشنا نشتغل على مستويات أعلى. لا كتير حلو بهالطريقة، كتير بيصير بيستوعبوا أكتر وبتحس العالم العادة قريبة منا أكتر. أول شيء أنا من سنة 97 بجي على لبنان، أول مرة بجي طرابلس، سامحوني. لكن لما جتني دعوة من السيدة ولا عبد العزيز خذيت طيارة خصيصة نيت من الكويت على طول لهني على أساس تؤتند طرابلس فاشن ويك. والله طرابلس هي وجهة حلو لأنه نحن من الشمال، الأصل نحن من الشمال، وكتير مبسوطين أنه عم يصير في تريبولي فاشن ويك، هذا نقل نوعي بنعتبره نحن بالشمال، وإن شاء الله من أحسن لأحسن لأحسن. يعني أول شيء أنا من باكراوند كله موضة، يعني بشغلي كل شيء موضة from A to Z، وهلأ جاية أنه أنا بنت الشمال ومع أنه شغلي بيست ببيروت، بس كتير مبسوطة أنه صار عنا هيك حدث بالشمال. تعرف طرابلس الستاتة والضمنية وستاتهم تحديدا ميزين بالذوق، عكار وستاتة كمان، أو عكار وستاتة أكيد 100% كمان كلياتهم مميزين. إن شاء الله بتنبسطوا بالحفل وإن شاء الله يكون كل شيء على ذوقكم. أحلى شيء إنه عم يصير عنا بطرابلس، وأنا كتير بفتخر بطرابلس، بحب يصير في أشياء هيك فرح وحلوة بطرابلس وخاصة بالفن وبهالأمور. شو دير هلأ بعالم التجميل بهاليوم؟ الجرأة مثل ما أنك شايف، يعني متجرئين اليوم. ياسمين مبسوط العام التالي على التوالي أنت عم تعرضي، مش هيك؟ خبرينا عن الفكرة عن التشجيع. التشجيع كان كتير قوي، والعالم كانت كلها ناطرة هالإيفنت هالسنة، والكل كان بده يشوف هذا الوجه الجديد والحضاري تبع طرابلس بطريقة كتير حلوة. الحمد لله في كتير طلب على الإيفنت وكله بده يجي يحضر. شو بعتمدي أنت بتصاميمك؟ بعتمد بتصاميمي الألوان الشتوية الكومبليكيتد. لهيك نحن بنفتخر فيهم، للبنات اللي هن السنة الماضية بلشوا وهلأ هيدي السنة الثانية، ونتمنى السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. شو بيرجي اليوم؟ شو عمل لهنادي؟ شوية سموكي حسب هيك المودة شو عم بتقول مع فستانة. هنادي من الستات اللي أنا كتير بنبسط لما بشتغل لهم. زبيدة عكاري أنت ديزاينر، خبريني اليوم عن الفكرة. طبعا السنة الماضية شفناكي بتشكيلة مهمة، واليوم كمان نحن عملنا هالفكرة هيديك السنة، انه عملناها كرمال انه تريبولي وتبين انه في شيء بطرابلس، انه مش بس غير محل، فرجعنا عملناها هالسنة. ومثل ما شايف different setup، يعني inside مش outside هالمرة. مبدئيا انا بقدم للمحجبة العصرية، وكتير بحب العب بالالوان، ابتكر اشياء جديدة، حتشوفوا اشياء بلاستيك اليوم، فان شاء الله يعجبكم. والله متوقعين هيدي السنة يكون أحلى من هيديك السنة، وإن شاء الله next year كمان حيكون أحلى. غادة إبراهيم تكتب الشعر والأدب والفكر والثقافة في طرابلس، دائما تضحفنا بأمسيات شعرية وأدبية، واليوم كتاب جديد رواية
قصور لتدخلها الشمس بالرابطة الثقافية. أهلا وسهلا فيك، مبروك يا رويه. أهلا فيكم، شكرا، بيرك بعمركم، وإن شاء الله بتضل هيك طرابلس دائما منبع الثقافي ومدينة دائما تفيض بالجمالات. خبريني ست غادة عن روايتك الجديدة. قصور لا تدخلها الشمس يعني بتعالج مواضيع اجتماعية، بتتناول الهموم والصدامات اللي بتصير داخل قصور الطبقة المخملية، وأيضا بتسلط الضوء على الصراع القائم بين الآباء والأبناء بفرض مهنتهم على الأبناء، وطبعا في صراع كمان بنظرة أهل العلم للفن والتناقض القائم بيناتهم. من النساء يعني إلى الرجال بتقول روحوا حياتكم نحن وبنا تزهرون، أتعرفون بنا نبضة الكون حتى الجنون، بنا حياتكم تكون أو لا تكون، قولوا دنيانا أنثى، النجمة أنثى، الشمس أنثى، الأرض التي تحملنا أنثى، والموجة التي تدغدغ الدم في عروق البحر أنثى، أنثى أنثى، لكن ليست كل أنثى أنثى، الأنثى هي التي تسكن الروح ولا تنسى. بطرابلس فينا نقول إنه طرابلس عم تلمع أكتر وأكتر، والحمد لله بهالصرح الجميل جدا، هالصرح الثقافي عم يشهد كمان حركة فنية ثقافية كتير مهمة. بالنسبة للشاعرة غادة إبراهيم، هي شهادتنا مجروحة فيها، ولكن بصراحة بتحلي الكلمة، بتفوت على كل قلب. أنا هالرواية قريتها، هالرواية عندها رسائل ورمزية كتير مهمة، بنصح أنه يقروها، وإن شاء الله شخصيات هالرواية حأرسمهم. يعني أولا تحية كبيرة لك سيد منذر على متابعتك لنشاطاتنا بالرابطة الثقافية. بالنسبة لأستاذة غادة، يعني أستاذة غادة تعتبر عالم من أعلام الشعراء في لبنان، وعنده أكثر من ديوان أصباح، ومشاركة معنا بالرابطة بأكثر من نشاط، ونتمنى إن شاء الله تستمر بهذا المنتوج الفكري والأدبي والشعري، وبعتقد الديوان حيلاقي استحسان من القراء، ونحن منشجعها ومنتابعها باستمرار، ونتمنى لها التقدم والاستمرار. والله بالفعل يعني شيء يعني تحصل عليه فعلا، يعني شيء كتير حلو، خاصة أنه التوقيع بيكون بالرابطة الثقافية، والله يزيدها يعني نشاط وحيوية وأمل. فعلا الحال بحاجة دائما يكون الأنشطة تكون كتير رائعة، بجعلها كتير تحية كبيرة لإلها، فعلا إنه يعني هالشي عم يشجع على هالنشاط الثقافي الفني اللي عم بيصير عنا طرابلس. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج مرايا الشمال، وإن شاء الله موعدنا بتجدد معكم بالأسبوع القادم، ولكن برجع بكرر دعوتي لكم لزيارة شمال لبنان بدءا بالبترون ووصولا لأقاصي عكار بمناطق وادي خالد. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، أما التصوير لأمين سليمان، وإلى اللقاء. Thank you.